بداية صباحنا لليوم مع صورة إنسانية رسموها متطوعين من كل الأعمار والمحافظات لحتى تبقى الحياة على هالأرض بوصلة. واليوم كسرة خبز للموسم الثالث قدر يستمر بجهود شباب، والهدف دعم أخي وابن بلدي. ومع بداية هالشهر الفضيل انطلق فريق كنا وسنبقى مع كثير من الفرق التطوعية ليكون العمل الإنساني ودعم الأسر الفقيرة هي بوصلتهم. وأكيد رح نتعرف أكثر مع أعضاء الفريق على حاجز رمضان يلي ممكن يصادفكم بأي حي وشارع ليقدم لقمة طيبة ويشارككم فيها. اليوم بصيرنا أن نرحب بطارق برنية، مسؤول الأنشطة بفريق كنا وسنبقى، وفنان سعد الدين متطوعة بالفريق. يسعد صباحكم ورمضان كريم. أنا صباح النور. يسعد صباحكم، رمضان كريم. يعني مو أول مرة كنا وسنبقى معنا، ولكن لكل مشاهدينا اللي انضموا من جديد لنا، خلينا هيك نتعرف على الفريق بشكل أكبر من خلالكم. هلا الفريق تأسس عام 2012 على يد شبان وشابات سوريين وفلسطينيين مع نزوح أهالي المخيم اليرموك. عشرة ونص ل 12 ونص وقت بيكون فترة تحضير السحور. هلأ نحن بيكون عنا تبرعات جاية من قبل، محضرينها من قبل، وطبعا أكيد بده يكون في تبرعات صارت خلال شهر رمضان. هذا الشيء بتعرف نحن على صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، نحن توازن مواد عينيه، ما في ماديات ابدا، ما في مصاري. كل شيء بيفيدنا بالتحضير من مواد غذائيه او حتى مستلزمات الطبخ مثل تناجر او غاز او حتى يعني معالق شوك سكاكين، اي شيء بيساعد. خلينا نحكي شوي اكثر عن اليه عملكم، كيف بيصير تحضير الطعام، مين بيشارك فيه، هي التفاصيل يعني. تمام. هلا نحن من قبل رمضان عم نجهز كنا المونه عشان خلال رمضان يصير مثلا في اكلات مثل رز وفول، رز بازاريا، فاصوليا كمان. هلا كلياته نحن عم بنحضره قبل رمضان وقت فتره المونه. هلا برمضان بننزل بوست على الفيس انه بدنا مثلا عندنا نواقص مثلا برز وبسمنه وبزيت نفترض، تمام؟ فبيجونا هدول الاغراض تمام على باب المكتب ثاني نهار من بفضل اهل الخير واصحاب الخير الموجودين بالشام. بعد ما نوجد هدول الاغراض الشيف ببلش بالطبخ، تمام؟ وقت يبلش بالطبخ ساعتها بكون المتطوعين جاهزين ليستقبلوا الحلل ويستقبلوا الوجبات، يستقبلوا عفوا الحلل والرز لحتى يبردوا. بعد التبريد بصير في التغليف، بعد التغليف بيروحوا هدول السيارات التوزيع وبتوزعوا على كافه مناطق بالشام، مو على كافه يعني على مناطق محدده بالشام. يعني قديش حلو انه هالفريق عم بيكون كله متكامل، عم بيكمل بعضه وعم يكون في روح التعاون بيناتهم لحتى اكيد توصلوا هاللقمه الطيبه لكل حدا محتاجها بهالشهر الفضيل. اليوم شو المناطق اللي عم تغطوها؟ هلا نحن عم نغطي الشاطئيه سحنايا، يعني هو نحن عم نغطي دمشق وريف دمشق، وعم نحاول نغطي كل الاماكن وكل المناطق ضمن دمشق وريفها. بس طبعا هي طبعا ضمن امكانيات محدده، لانه نحن على حسب التبرعات اللي بتجينا فينا نغطي. اذا اجت تبرعاتنا كثير كبيره بنحاول نغطي اكبر قدر المستطاع، اذا اجت تبرعات قليله بنغطي بس عده مناطق صغيره. هلا نحن عم نغطي جرمانا ومساكن برزه بالاضافه الى شفية صحنايا. كيف بيتم الاتفاق مع هالمناطق؟ تمام. هلا في عندك جمعيات اهليه جوات كل منطقه، نحن بتبعت لنا أسوأ حالات عندها اياهم وبنتواصل من خلالها، هي بالاخير هي يعني هي الادرى باهل منطقتها. تمام. هي بيكون عندها داتا بيس كلياتها موجوده عندها اساسا. يعني في عندك مساكن برزه في عندك جمعيه معينه بنتعامل معها، شفية صحنايا كمان نفس الشيء، وجرمانا كمان نفس الشيء. مع امكانيه نحن بتساي كمان عم نوزع.
مع إمكانية طبعا نطلع لبرا نوصل على الزاهرة، نحن ما كنا نوزع بالزاهرة بس هالسنة صار في ظروف معينة ما حسنا، بس نحن طبعا يعني لقدام عم نحاول نغطي كافة مناطق بدمشق. يعني كنا عم نحكي بالمقدمة أريج، كنت عم تحكي عن حاجز رمضان، فنان عارفين أكثر عنه وكيف حبيتوا تعملوا هالفعالية؟ هلا هو طلعت فكرة من الشباب طبعا، إنه وقت الأذان بيكون في كتير عالم لسه ما لحقت توصل على الإفطار، فعم يطلعوا يقدموا تمر وعصير ومي للسيارات، يوقفوا السيارات وبيقدموا لهم. مثلا اول يوم عملوه كان على الاوتوستراد، اوتوستراد المزه، امبارح كان بالشيخ سعد، وطبعا ممكن باي مكان يطلع لاي حدا يوقفون ويقدموا لهم شيء بسيط. هو شيء بسيط بالاخير بس انه فكره حلوه عم تكون وعم تساعد، يعني إلا عن جد معاني ومدلولات انسانيه كثير كبيره، انه اي شخص ما قدر يوصل لمكان بيته او اي مكان يقدر يتناول فيه الطعام، كثير جميل انه يكون في حاجز رمضان. لكن رده فعل العالم كيف عم بتكون معكم وقت عم توقفوه بالطريق عم تقدمونا لك؟ انه عم يكونوا مبسوطين الحمد لله، ما عم يكون في رفض لهذا الشيء، وبالعكس يعني هو دعاء بسيط من اي حدا انه ان الله يجزيكم الخير، فهو كثير بيكون شيء كثير حلو. هلا عم نشوف لقطات تماما أريج من الفعالية، يعني الصور كيف عم تنزلوا. طيب شو الأماكن اللي عم تتواجدوا فيها بحجز رمضان؟ يعني كل مرة تختاروا منطقة تكونوا متواجدين فيها؟ تمام. هلا نحن كنا أول شيء نحن هي بلشت مثل ما قالت زميلتي إنه شفنا عالم عم تركض ركض بس مشان توصل على البيت. فنحن اول شيء بلشنا على استاد المزه، بما انه استاد وكبير والعالم يعني رايح باتجاه بيوته دائما، ونحن غطينا على استاد المزه، غطينا تقريبا بالشيخ سعد عم نغطي. طبعا نحن حننزل طبعا على قلب البلد نغطي بالايام الجايه، هي مفاجاه بعد كم يوم حنشوفها سوا ان شاء الله. حلو كثير. اليوم فريق كنا وسنبقى عم يشتغل كثير على ارض الواقع، عم يكون له بصمه كثير كبيره، لكن من الفرق التطوعيه اللي عم تساعدكم عم بيكون في تشاركيه بيناتكم؟ صح. هلا الفريق مو بس بتعامل مع فرق، بالاخير نحن كل الفرق وكل الجمعيات بقلب البلد هدفنا واحد، هدفنا انه نساعد المجتمع ونساعد الاشخاص المتضرره والعوائل المتضرره، وكمان هدفنا انه ننشئ جيل مبادر وجيل يعني بحب العطاء. تمام. هي بعتقد هدف كل الجمعيات اللي بالبلد، بالاخير هدفنا واحد، وفي جمعيات كثير وفرق كثير تطوعيه عم نتعاون معها، حتى كمان مؤسسات، يعني حتى مؤسسات شركات سواء ربحية ولا شركات اجتماعية، عم نحاول يعني كلياتنا بالأخير هدف واحد، عم نحاول نتكافل كلياتنا سوا لحتى نسد هالفجوة بقلب المجتمع اللي يعني بهالخمس ست سنين اللي مشان نرجع نطلعهم ونسابق غيرنا بالبلدان. يعني هذا الهدف الإنساني اللي عم تحكي عنه فنان، كيف عم تحسيه عم يصير على أرض الواقع؟ كيف عم يكبر الروح التطوعية عند الشباب السوري وعند الصبايا السوريين؟ يعني هلا هو كان يعني هو شلون بتعرفي إنه صار الشيء يعني منتشر، كان عدد المتطوعين كثير قليل، يعني السنة الماضية كنا أقل من 1000 متطوع، هالسنة كان قبل رمضان 1800، هلا بخلال اول 5 ايام زاد عدد المتطوعين 350 متطوع. فهو هذا الشيء كثير بيدل انه لا العالم انه عم تعرف الفريق وعم يعني عم تكون مبسوطه بهذا الشيء وعم تعمل خير، يعني انه هي بالاخير كمان شيء كثير حلو. طارق، بما انه انت من مؤسسي يمكن الفريق، اليوم وقت ينضم اي شاب او صبيه لكم، قديش بتحس انه في فرق بين اول ما اجى انضم لكم واشتغل معكم وقت صار منكم وفيكم وشارك بعدد فعاليات؟ يعني الشاب السوري والصبيه السوريه قديش ممكن فكره التطوع عندها تكون لها تاثير كبير على شخصيه الشخص؟ تمام. هلا هو بالاخير يعني الشباب السوري بما ان يعني من اللي شفته انا هو اساسا انه في خير بقلبه اساسا، يعني دائما في خير، دائما بحب يعطي، ويعني انا اللي شفت اللي عم شوفه انه اغلبيه المتطوعين اللي عندنا، مو بس اللي عندنا كمان على اغلب الفرق التطوعيه والجمعيات واللي اي حدا عم يعمل خير، انه دائما هدفه يعطي وما هدفه ياخذ، ما مستني شيء بالمقابل. هلا الفريق صحيح بلش انه من زمان وفي انه اشخاص قدامى وفي اشخاص اللي عم يفوتوا هلا عم يتطوعوا جداد، وبهالسنه في عالم عم تتطوع كمان، بس بالاخير نحن ما عندنا يعني شيء اسمه قديم وشيء يعني شيء اسمه جديد، بالاخير متطوع متطوع، يعني انا صار لي تقريبا 3 سنين والمتطوع اللي عم يجي هلا سعري بسعره، يعني ما في هالتمايز تمام اللي بيناتنا، بالاخير المتطوع هو يعني هو اللي بيشتغل، هو اللي عم بينمي ذاته، وقت
يعني دائما كثير وقت بنشوف شو عم بتتحسن شخصيته. انا من 3 سنين 4 سنين صار في اختلاف كثير كثير كبير بشخصيتي من 3 سنين لهلا. بالاخير خبره حياتيه، يعني بتتعلم شلون تحكي مع العالم باسلوب لبق. بنحاول انه نزيح فكره انه اذا شخص متضرر بحاكيه طبقيه ولا بحاكيه، لا بالاخير هذا بيضله، سواء الشاب بيكون اخي ولا البنت بتكون اختي ولا الكبير بالعمر بيكون ابي ولا الكبير بالعمر بتكون امي. هي الفكره انا كانت يعني بعيده عني، بس انه مع الايام مع هالثلاث سنين نمت فيني وكبرت. يعني عم تثقل الشخصيه بشكل عام، التطور صح. التطور عفوا تبع الشباب، الشاب السوري او الصبيه السوريه. فنان، بعد رمضان شو محضرين ان كان فعاليات على العيد او ما بعد العيد انتم بالفريق؟ على العيد، في نحن على عيد الفطر رح نطلع على نوزع هدايا للأيتام، نعمل نلعب معهم، نعمل لهم أنشطة، يعني نفوت فرحة لو صغيرة على قلوبهم. هلا في عنا كمان مبادرة اسمها بدي أعرف مستقبلي، نجمع طلاب البكالوريا منعرفهم على كل فرع ونساعدهم على اختيار الفرع اللي قبل الدخول للجامعة. قبل الدخول للجامعة تمام، مشان يقدروا يحددوا شو هن بحبوا وشو يعرفوا شو بدهم يختاروا. وكان في مشروع بلشنا فيه وان شاء الله بنكمل فيه بعد رمضان، هو انه اسمه مشروع ضو. بلشنا بتركيب لدات بالشوارع اللي ما فيها ضو بمنطقة جرمانة، بلشنا فيها وإن شاء الله رح نكمل فيه لهذا. أكيد دايماً عم تكون مشاريعكم الأهداف كتير قيمة. نحن نتمنى لكم كل التوفيق وتحيتنا لكل أعضاء فريق كنا وسنبقى، وأكيد مشكورة كل الجهود اللي عم تبذلوها. شكراً كتير لك طارق وفنان. شكراً شكراً لكم لوجودكم معنا لليوم. أما هلأ أريج رح